السلام عليكم. إيران تسببت بمقتل أحد المواطنين الأمريكيين في الداخل العراقي جراء العملية العسكرية التي تقودها على إقليم كردستان والتي تستهدف فيها المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في الإقليم. هذه كلها جاءت بتفاصيل قادمة من قبل إيران انترناشنال كما تلاحظون بهذا الشكل، ونشروا تفاصيل المواطن الأمريكي الذي قتل بهذه الطريقة. وكما تلاحظون هذا هو الجواز بحسب إيران انترناشنال لهذا الشخص الأمريكي، وهو اسمه طبعا بحسب الجواز الذي ترونه هو عمر محمود زادة. بل إن إيران انترناشنال أيضا نشرت وبشكل حصري معلومة مهمة للغاية، تحدثت بأن هذا الرجل كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ التسعينيات، وبالتالي هو ليس مواطن أمريكي جديد، وهو طبعا مواطن إيراني الأصل وجنسيته أمريكية، وهو كان موجودا في إقليم كردستان. هذه المسألة جعلت الخارجية الأمريكية أن تعلق وأن تصرح عليها، وتحديدا نيت برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية علق على هذا الأمر الذي نشرته إيران انترناشنال، وقال بأن واشنطن لم تتمكن من تأكيد تقارير تفيد بمقتل أمريكي في الهجمات، ولكن في نفس الوقت هذا قد يعني بسرعة بأن ليس هنالك نفيا من الولايات المتحدة الأمريكية. نيت برايس في نفس الوقت أكد بأن ليس هنالك أي مسؤول أمريكي قد جرح أو قتل جراء الضربات الإيرانية، حتى أن سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية أكدت بأن ليس هنالك أي جندي أمريكي قتل أو جرح جراء هذه الضربات التي نتحدث عنها. هذا يعني بصراحة بأن عمر محمود زادة هو مواطن، وهو ليس عسكري وليس مسؤولا أمريكيا، وكان موجودا في إقليم كردستان وتعرض إلى ما تعرض إليه يوم أمس بحسب هذه التفاصيل التي نشرتها إيران انترناشنال. كذلك بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية بشكل مفاجئ أيضا نشرت بأن طائرة مسيرة إيرانية من نوع مهاجر 6 القاصفة كانت قادمة من إيران، وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إسقاطها. أكدوا بأن هذه الطائرة بحسب التفاصيل التي تحدثت عنها القيادة المركزية أن هذه الطائرة كانت قد اقتربت من أربيل. العمليات التي يقومون بها هي في سيدكان، يقومون بهذه المناطق. طبعا يوم أمس كان هنالك الكثير وقصف مكثف في هذه المناطق. هذه الطائرة أكدت القيادة المركزية اقتربت من أربيل، كانت قريبة من مستشارية التحالف الدولي والقوات الأمريكية الموجودة هناك، واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية القرار السريع في عملية الرد على هذه الطائرة وإسقاطها. بل إن مسؤولا أمريكيا لم يصرح باسمه صرح إلى CNN الأمريكية وأكد بأن طائرة من نوع F-15 الأمريكية هي التي قامت بإسقاط هذه الطائرة التي شكلت خطرا بحسب الحسابات القيادة المركزية الأمريكية على الأفراد الأمريكيين الموجودين، واتخذوا هذا القرار وأسقطوا هذه الطائرة. بل إن أحد المسؤولين الأمريكيين أيضا وضع تعليقا مثيرا وقال كان هذا حادثا مهما، وبالتالي قد نرى خفايا لهذه المسألة فيما بعد. الأمر الأهم هو مسألة ما جرى لهذا الرجل وهو عمر محمود زادة. لماذا هذه المسألة وإن تأكدت وأكدت الخارجية الأمريكية مسألة مقتله فيما بعد، لماذا هي مسألة مهمة؟ كلنا نتذكر ما الذي جرى في عام 2019، في نهاية عام 2019 إلى متعاقد أمريكي كان موجودا في قاعدة كيوان التي تقع إلى شمال غرب محافظة كركوك التي تتواجد فيها القوات العراقية والقوات الأمريكية. كان هنالك هجوما من الفصائل المسلحة بصواريخ الكاتيوش على هذه القاعدة، أدى هذا الأمر إلى مقتل المتعاقد الأمريكي، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية قامت بردة فعل سريعة وقامت بضرب إحدى الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي، واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الفصيل بأنه هو من كان وراء هذه العملية، وعلى هذا الأساس هم قاموا بهذا القصف. بعدها جاءت تظاهرات على السفارة الأمريكية، حاولوا اقتحام السفارة الأمريكية لم يتمكنوا، الوضع كان خطيرا للغاية. وبعد ذلك بأيام قليلة جاءت الولايات المتحدة الأمريكية لتختال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد في بداية عام 2020، وتوقفت عملية الضربات بين الطرفين ولكن أخذت منحنى آخر. الأمر هذه المرة عندما نتحدث عن هذا الرجل أو المواطن الأمريكي الموجود في إقليم كردستان قد يكون مختلفا، لأن الفصائل المسلحة هنا هي ليست مسؤولة عن هذا الأمر. الأمور تبدو معقدة لأن إيران طبعا تأتي
الضربة منها بشكل مباشر على هذا المواطن الأمريكي. وأيضا في نفس الوقت الطائرة المسيرة علينا أن لا ننساها في نفس اليوم هي كانت حاضرة على أربيل، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وضعت في التماس الآن مع إيران في هذه المسألة. هنالك تأثير من هذه الضربات، والسؤال هنا ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل فعلا ستتجرأ وتضرب إيران والحرس الثوري في الداخل؟ هل من الممكن أن تقوم بعملية مثل التي قامت بها على قاسم سليماني، تضرب في سوريا إحدى القيادات للحرس الثوري الإيراني كردة فعل؟ هذا الأمر ليس واضحا، خاصة وأن مع إيران هنالك مفاوضات نووية ومحاولات للعودة إلى الاتفاقية النووية، وأي ردة فعل أمريكية قد تعني بأن إيران تصعد وتغلق الباب على الاتفاق النووي، وقد تتجه إلى القنبلة النووية كما تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وتعتقد إسرائيل. وبالتالي أيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنتقم إلى هذا المواطن الأمريكي الذي تحدثت عنه إيران انترناشنال. الولايات المتحدة في العادة ترد، ومثال ما جرى في عام 2019 و2020 يجيب الكثير من هذه التفاصيل. المثير بهذا الأمر بأن هذا الرجل عمر محمود زادة بالإعلان عن عملية مقتله هي تزامنت مع قصف كبير للغاية جاء من القوات الإيرانية، من قوات الحرس الثوري الإيراني. يوم أمس كان هو اليوم الأعنف على الإطلاق، قاموا بعملية استخدام الراجمات الصاروخية وكذلك الطائرات المسيرة وكذلك المدفعية. الضربات جاءت على مناطق مهمة، ويجب أن ننتبه إلى أحد المناطق التي كانت وكان الضحايا هم الأعلى، نسبة الضحايا كانت عالية للغاية، مما يرجح بأن هذا المواطن الأمريكي قد قتل هناك. هنالك العديد من المناطق التي ضربت، ولكن كويا هنا تحديدا وألتون كوبري وتحديدا في منطقة تابعة لها تحت نفوذ حكومة إقليم كردستان وهي يطلق عليها شيراوة، هي التي جرى فيها الخسائر. كويا تحديدا كانت الخسائر فيها عالية للغاية جراء الضربات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على هذه المنطقة. 3 جولات جاءت من الضربات الإيرانية على هذه المنطقة، نتحدث هنا عن 13 قتيلا على الأقل حتى هذه اللحظة، أكثر من 30 جريحا، 14 شخصا هم في حالة خطرة، المستشفيات في أربيل في مرحلة استنفار كبيرة. وطبعا كان هنالك بشكل مثير، كانت هنالك لقطات لطبيعة الضربات الصاروخية التي قامت بها إيران يوم أمس، ونشروا مقطع الضربات بهذا الشكل للراجمات الصاروخية التي لعبت دورا كبيرا يوم أمس فيما جرى. ولكن دعونا بداية نأخذ عددا من العلامات لنعرف من أين انطلقت هذه الصواريخ. كما نلاحظ هنالك طريق بهذا الشكل الذي تلاحظونه في هذه المنطقة الترابية، هنالك شجرة واحدة فقط بعد هذا الطريق. هذه طبعا نقطة وعلامة هامة جدا للنظر إلى هذا الموقع، وهنا طبعا نتحدث عن هذا التل وهذا التل الآخر، وطبعا الراجمات واضحة جدا الصاروخية. المنطقة محاطة بالأشجار كما هو واضح مقارنة بهذه المرتفعات التي أطلقت منها الصواريخ. وأيضا من شكل الجبال عددا من العلامات البسيطة مثل هذا المنخفض لهذا الجبل الحاد بهذا الشكل، هنا جبل بارز بهذا الشكل، وبالتالي نحن أمام علامات قد تكون كافية لمعرفة من أين أطلقت هذه الصواريخ. دعونا أولا نرى هذا المقطع المثير للغاية الذي نشر بهذا الشكل للصواريخ التي تنطلق بهذا الاتجاه تجاه إقليم كردستان. نتحدث عن 360 صاروخا استخدمت في هذه العملية، و73 صاروخ باليستي أرض أرض على إقليم كردستان. وطبعا دعونا الآن نتجه إلى القمر الصناعي لنأخذ هذه العلامات لنحاول أن نعرف أين جاءت هذه الضربات. هذا هو العراق كما تلاحظون، دعونا نذهب مباشرة إلى شمال العراق إلى إقليم كردستان، ولنتجه إلى جهة محافظة السليمانية تحديدا والحدود العراقية الإيرانية. هذه هي السليمانية، لنقترب من مدينة بانا هنا بهذا الاتجاه ومن هذه المنطقة تحديدا. دعونا نهبط إلى هذه النقطة التي ترونها الآن، وبالهبوط سنجد ونتجه طبعا إلى اليمين قليلا بهذا الشكل، سنجد بأننا بدأنا نرى علامات متطابقة مع المقطع الذي صور لكم. هذا هو الطريق الذي تحدثنا عنه، هذه الشجرة المميزة، هذا هو المرتفع الواضح الذي كانت فيه طبعا المنظومات الدفاعية أو المنظومات الصاروخية، الراجمات الصاروخية والأشجار منتشرة، ولكن الصورة غير واضحة من طبيعة الجبال التي رأيناها وركزنا عليها. دعونا نذهب إلى صورة أوضح
القادمة من الجوجل إيرث هي التي ستوضح كل شيء، وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات، وهذا هو المرتفع الذي تحدثنا عنه، وهذا هو المرتفع الثاني الذي كانت عليه الراجمات، كانت هنا راجمة واحدة، وكذلك هذا هو المنخفض الحاد للجبل كما تحدثنا، والشكل طبعا متطابق تماما. وهنا كما نلاحظ العراق، الحدود العراقية مباشرة، وبالتالي كانت الضربات تأتي بهذا الشكل كما لاحظنا في هذا المقطع الذي تحدثنا عنه. وعلى هذا الأساس دعونا نعود إلى القمر الصناعي لكي نرى أين كانت تطلق هذه الصواريخ تحديدا، وهل هي كانت متوجهة على قضاء سيدكان أو غيرها. لنبتعد قليلا الآن في القمر الصناعي بهذا الشكل، وسنلاحظ بأننا أمام نقطة بعيدة نوعا ما. هنا كما نلاحظ هذه هي كركوك، وهذه هي السليمانية، وطبعا هذه هي منطقة بانا. المنطقة التي ركزنا عليها هي هذه النقطة تقريبا. بالنسبة إلى الضربات الصاروخية، الواضح بأنها كانت تتجه بهذا الاتجاه، وبالتالي هذه المناطق التي ترونها بالصواريخ هي تأتي كويا بهذا الشكل طبعا التي نتحدث عنها، وكذلك بهذا الاتجاه تقريبا تأتي أيضا ألتون كوبري وشيراوا، وهذه المسافة التي نراها طبعا إذا ما أخذنا صورة واضحة لطبيعة هذه المنطقة التي تمكننا من تحديدها وتوجهنا إلى هذه اللقطة. طبعا كما تلاحظون هنا بان بهذا الاتجاه، هذه هي المنطقة التي تحدثنا عنها، لنأخذ لونا أوضح لكي نوضح هذه المسألة بشكل أكبر. وهنا كويا التي تحدثنا عنها، وبالتالي الراجمات الصاروخية كانت قد أطلقت من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها من على مسافة 100 كيلومتر، وقامت بهذه الإصابات الكبيرة على هذه المنطقة، والواضح بأنها لعبت دورا أيضا على ألتون كوبري، ولكن قد تكون ألتون كوبري الطائرات المسيرة هي كانت العامل الأكبر في هذه الضربات. وفي ظل أن هنالك إصابات كبيرة في هذه المنطقة في كويا تحديدا، قد تكون هذه المنطقة هي التي لعبت الدور الأكبر في هذه الضربات مما هو مصور. وقد يكون هذا المواطن الأمريكي الذي تحدثت عنه إيران إنترناشنال قد قتل تحديدا في هذه المنطقة. طبعا ننتظر ونرى ما الممكن أن يأتي. العملية العسكرية الإيرانية هي تستمر وتستمر حتى يومنا هذا. هنالك تفاصيل قادمة من عدد من القنوات الإعلامية الخاصة الموجودة في إقليم كردستان، تحدثت أن اليوم كانت هنالك ضربات مدفعية مستمرة على ناحية سيدكان التي تأتي بهذا الاتجاه، وكانت هنالك 3 نقاط قد ضربت، واحدة من النقاط هي تأتي إلى شمال غرب سوران بهذا الاتجاه تقريبا، وهي برادوست بهذا الشكل، وكذلك بربزين، وكذلك سقر التي هي تعتبر مرتفعات، هي كلها مناطق تابعة إلى سيدكان. تم التركيز الضربات بهذا الشكل، وبالتالي العملية مستمرة، رغم أن العراق اليوم قدم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى السفير الإيراني في العاصمة العراقية بغداد. الولايات المتحدة الأمريكية نددت بهذه العملية، بريطانيا، فرنسا، الكل يونامي يطالبون إيران بإيقاف هذه العمليات، ولكن الإيرانيون مستمرون بهذه العملية. عندما نتحدث عن تصريحات واضحة جدا من الجنرال محمد باكبور، وهو طبعا القائد الأعلى للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، قال القصف سيستمر حتى نزع السلاح الكامل للجماعة الإرهابية المعادية لإيران والانفصالية. ما هو مزعج فيما يجري في هذه الضربات وغيرها، بأن الأمر ليس مرتبطا فقط في إيران، وإنما أيضا تركيا. اليوم من قبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كان واضحا وقال بأنهم قاموا بعملية على عمق 140 كيلومترا في داخل الأراضي العراقية، وقاموا بقتل 16 عنصرا من حزب العمال الكردستاني. لاحظ العمق الذي تتعامل فيه تركيا وإيران في هذه العملية والعمليات العسكرية الجارية. ويبقى السؤال الأكبر، هل ستتعاطى بغداد مع المطالبات المستمرة بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للشكوى على إيران في ظل استمرار هذه العمليات، رغم شكوى العراق وطلبها لإيقاف هذه العملية كما فعلوا تماما مع تركيا عندما قامت بقصف زاخو وإسقاط العديد من الشهداء العراقيين؟